نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا المدينة هاي اكتملت وصلت، قلت لكم 65,000 وصلت 66,000، بس ضفت كم عمارة هني من الديزاين. وبنحطي كم من شغلة في أول شيء بنحطي طريق باصات في هاي المدينة. الطريق هذا بيكون من عند محطة القطار إلين هني، واحد يوقف عند الحديقة ويرجع وسط هني ويرجع عند محطة القطارات، أوكي؟ ونبي نحط واحد ثاني بعد حق القطارات يوصل عند الخدمات. ليش ما يقدر يتجاوز هذا المكان؟ انترستنج. عجيب، ايش ما يقدر يتجاوز هالمكان؟ واو، زين مو مشكلة، بنحطي عيل عند الدكاكين. في شي في الشارع صح؟ مو مشكلة، بخليه بالطريقة هاي، يرجع عند ياخذ درب طويل هني، زاوية هني، زاوية الثانية، زاوية الثالثة، ويرجع هني نفس الشارع. اوكي، بيتخالطون الباصات في شارع واحد بس ما في وقفات، بيمشون. اوكي، هذا زين، هذا بيوفر لهم مواصلات. الشيء الثاني قررت احطه هني الجراند مول، عند ما بين العماير وما بين منو؟ الجماعة الطيبة. زين، اول شيء بسويه بمد الشارع اللي قدامهم، شارع قدام شوفوا كمية الناس اللي تمشي هني. زين، هذا بيكون فيه الجراند مول اللي هو هذا، اوكي، الطريقة هذه، بيكون قدامه باركنات بسيطة هني، يمكن ما نحتاج لان الشارع داخلي، ممكن اسوي باركنات على يم الطريقة هذه، أسوي هني كبير، ما له داعي أسوي كامل باركنات ثانية. والله أتمنى لو كان في باركنات ظلة في اللعبة، لو كان في باركنات ظلة كان شيء جميل. زين، ونحطي لنا باركنات هني، نغطيها كبير، لا ها بخليه مفتوح، عندي بلان أصلا حقه. بالطريقة هذه هني بنبدأ حديقة صغيرة، بنسوي حديقة عقب اللي نترياها من فترة. هني حديقة صغيرة حق المول اللي تناسب المولات، هي حديقة المدينة أكثر شيء أستعملها، أحسها مناسب المكان وايد صراحة، مو صدق. انزين، الحين اللي بنسوي في الحديقة الصغيرة اللي هي حديقة المدينة، بنجيب بوابة رئيسية هني، نجيب بوابة جانبية ناتن بارك اريا. ليش لازم بعد اوسعها يعني؟ زين، نيب حديقة بارك اريا، كم اون، او انا حاط زون عادي، انا اسف، اكيد جاي بالعيد انا و هذه. طبعا خلنا نكبر المنطقة هذه، نعطيها بارك اريا. بارك اريا هذه راح تستوي بالطريقة هذه هني عند الباركنات. اذا يطلع ايده، خلوني احسب يدين هني بالطريقة هذه، واني بشارع هني جنب الباركن، بنعدله ما عليه. اوكي، هني بوابة هني، بوابة هني، بوابة يعني وايد بوابات، بس هو ساير مول لنا، فبخلي مجموعة بوابات. هذا هني، هذا هني، وهذا ان رجع تذكرون احنا ليش رجع صح حق المدخول، لانه ما بيحسب انه مدخول. الطريقة هاي، وكليك كليك كليك، شفت كليك، شفت كليك، شفت كليك،
كنترول اتش ندق كليك هني اوكي، وهذا كذلك كنترول اتش ندق كليك هني، وهاي لما تحطي شيء بسيط بيستوي اوكي عادي ما عندي مشكله. انزين هل نصبغ الفرشاة اللي هني نبي نكمل النواقص؟ هي مرات تدقق صراحة نفس الحين، أبا لحظة 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 لحظة، أبا وحدة غير أوكي، وهي ضبط وفي نفس الوقت شوي اخترب. انزين الحين نبدأ نرجع نسوي الشارع مالنا اوكي بالطريقة هذه، بس تو عندنا شارع بيوصلنا وايد اماكن، بس في اختصارات الناس انا ما باها تدخلها الصراحة. الطريقة هاي الناس تدخل مفروض، لا لكن ابي يدخلون بعدهم ادري بهم، هم ما بيصبرون على البلاش، ما يصبرون لعبتهم البلاش. هني كازيبوز وايد قريب، سوي شارع وصل ما بين هني هني، حديقة بسيطة صغيرونة، مو بقعد اعقد المواضيع. عند المول العاب هني، بلازا هني، ترامبلين في الزاوية هذه، بسوي شارع ثاني وسطي امتدادي، لا خلنا نقايس على هذا امتدادي بالطريقة هذه، وبنحط هني كافيه وراه، كم كافيه مش كافيه واحد، حط شوي جروب كافيات هني زين، وبنحط حول الكافيات شير الطريقة هذه، والحين بنحط شوي جلسات مثلا هني بنحط جلسة حمراء، جلسة خضراء، جلسة حمراء، يلسة خضرة، وهني بنحطي ألعاب ثانية لعب وايد بيكون انزين، وهني بنحطي نفس الشي يلسة خضرة، يلسة حمراء، يلسة حمراء، يلسة خضرة، بني بالشير، بنحاول طاف الشجر المختص في المدينة مالنا بالطريقة هذه. شو عندنا مول جميل، لأن في زحمة، لأن في زحمة مشاة بعد، فمدخول ضايع نوعا ما على الفاضي عرفتوا. هذا المكان ممكن نحط شير هني بيمشي، في ناس قاعدة تدخل اظن ببلاش، بس عادي يعني، مش القضية اللي راح تقتلنا يعني، هني بنستفيد من زحمة الناس شوي. وهاي الامور الباركنات، الباركنات نسيت الباركنات، صبر زين الباركنات، الباركنات يا باركنات زين، خلينا نحط لهم تخطيط اساسي يوقفون، والله ضبط القياس صدقون. ايه باركن اثنين ثلاث، ومفروض يكون كافي انه يخدم المنطقة هاي ولا المول هذا، شوفوا بالطريقة هاي الناس بتبي تبركن ترى. اوه يا الزحمة اللي هني، يا الله يا ساتر يا الله يا ساتر. هل شر ماي الناس اوريدي بدأت تستعمل الحديقة ترى على فكرة، شوفوا مول جيد، الحديقة ترى هي حق المول يعني شيء بسيط. انزين بنسوي حديقة ثانية، الحديقة الثانية هدفها مختلف شوي، نبا نيب هذا الزون هني بالطريقة هاي، بسوي ايه يا الله ليد، صبر 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 ليش؟ انا حاط دي زون، انا اسف خلنا نكبر هاي، لان هاي حديقة غير عن هاي عرفتوا، حديقتين اوكي اوكي خلينا نشيل الزون اللي ما لها داعي، خربنا ابو الحديقة يا جماعة الخير. انزين هاي الحديقة بتشتغل ترى، في وايد ناس قاعدين يمشون ترى، وايد أكثر ما تخيلون، والطريقة هاي راح يمشون ونستفيد منهم مدخول وجنب جنب العام. خلنا نشوف صبر صبر، شو اللي تشوف اللي يدش الحديقة؟
هاي شيء من ميزات المودات اللي عندنا اسمه فيرست بيرسون فيو. يا سلام يا سلام، والله ممتاز. فيو مش غلط، شوي حجبنا بعد النووي، بس النووي ما بينحجب، يتم مبين لان النووي تحت والمدينة هاي فوق، فصعب ما نشوف المفاعل النووي. السيارة هاي ليش واقفة غلط؟ لان المول تحت، شوفوا من فوق ما كان يبين عدل، بس هني يبين عدل. اوكي، اذا تشيت سالفة دق اسكيب، مو بالتول، كليك كنترول اتش لو سمحت، خليك مستوى الشارع هذا اشوف وسيدة. اوكي ممتاز، هذا اكثر ممتاز ترى. هني شو استوى فيه؟ اوكي، ناس تي هني، كافيات وايد، كافيات وايد، مول، اماكن سياحية يعني. انزين، هذا المكان راح نبدأ فيه اللي ما بديناه قبل، اللي هو الكامبينج سايت، ولا مكان التخييم. وين صار التخييم؟ هذا نيتشر ريزيرف. الحين عندنا هدف هذا يلفل يلفل، نحن كلنا قمنا نستعمل بوابات صغيرة بس أريح. زين، بنحطي صوب المدينة، هذه بيكون لها مداخل، بس هذه يمكن يبالها وقت شوي. انزين، حطي وحدة هني، حطي بوابة هني، حطي بوابة، كم فراغ خدين هني؟ ثلاثة. حطي بوابة هني، بوابة في الوسط، بوابة عند القطار دايركت إذا أمكن. نقدر نكنسل البيت هذا اللي بوابة جانبية، بوابة هني اللي حاب يخطف الشارع. مشكلة سالفة يخطف الشارع هاي قوية، بيوم بيمشون هني بيروحون عادي. برجعهم ورا هاي من الحين، الريزيرف الحين ولا الجلسة هاي محتاجة ساتر شجري كبير، لأن احنا قاعدين نسوي نفس جلسة في نص المدينة، نبغى شوي نعزلها عن باقي المدينة صراحة. انزين صبر، خلنا نشوف بارك ارياس اني بالشوارع. اوكي، انا مش وايد يعني احس بضغط من ال بيكون في عندنا وصلات هنا شوية، ولها شغل بالطريقة هاي. عندنا هني بالطريقة هاي، وعندنا شارع ثالث ما عندنا. زين، معناه إذا نمد من هاي البوابة، الحين هاي المنطقة اللي قبلها لازم نلغي اللي فيها. زين، أخبركم شو قصدي بنلغي اللي فيها. يعني هذه الزونز أنا حطيت هني زون زيادة، لأن كان ناقصني أماكن تجارية، بس لأن هني في حديقة أبعدهم، ولا بخليها منطقة تابعة للحديقة. أوكي، بشيل هذا الزون. حلو، أنا آسف زعلته بس ما عليه، بترضون بعدين، بحطيكم مكان ثاني. إنزين، بنحطي هاي هني، نزل هذا. أوكي، هذا زين، الارتفاع زين. منين شفت كليك كنترول اتش، عندك كليك هذا استوى ارتفاعه، كنترول اتش ما طاع ينزله غير عن هذاك، لو خل ننزله مانيوال. اوكي، هذا استوى عندنا شارع. زين، الحين الحديقة تتطلب منه شوارع، وهذا نسوي شارع من هني لين. الحلو انهم على نفس المكان، هاي نحطيها هني شوي مايلة، و بنسحب حط هذا هني. اوكي، وهذا بنحطي هني، هذا مش موصولة، موصول ولا موصول الحين؟ هذا ما اعرف صراحة. زين، وهذا بنحطيه تحت الطريقة هذه،
هاي يستوي عنا المداخل، هزنا مجموعة مداخل، صبر ونحطي هاي ما يدري شوي بس عادي يعني، مش قضية، مش القضية اللي تربكني. الجاردن هني السنتر ماله، جاردن طبعا الناس اوريدي تستعمله، في زحمة وايد اصلا على المكان، فبنرفع بالطريقة هاي. انزين الحين في مداخل ناقصة، مدخل هني على الأقل محتاجين واحد زيادة، اللي هو هني محتاجين، هني في مدخل خلاص يعني على الأقل من الوسط الناس تقدر تمشي. طيب الطريقة هذه اوكي. ابا هذا اعرف شو سالفته انا، هنا احس الشارع موصول. اوكي المنطقة هاي الفرق راح تكون شو، منطقة ترابية كحديقة، وعلى الجوانب ما بنحط الشبك، بنستعمل الشجر الكبير اساس نعزل المنطقة، يستوي مكان مناسب لشو، للتخييم، لان في اماكن راح تكون حق سيارات بتكون على الشارع الناس تتي، وبيكون في زحمة في المكان بس عادي. شوفوا من الحين الناس تستعمل الاماكن، مع ان درب طويل الناس تحب الحدائق بشكل عام، الناس اذا شافت حديقة راح تستعملها، ما راح تستعمل اماكن ثانية. بس المنطقة كبيرة وتعرفون انتو التعبئة حق مكان كبير صعب، بس هاي نوعا ما محمية، فانا مش محتاج اسوي لها تعبئة بمعنى تعبئة، انا محتاج اوه انا نسيت اسوي لها شارع، تعال صديقي. زين مش محتاج اسوي لها تعبئة بالمعنى الحرفي، ولكن بيكون جيد اذا يعني في اشياء اكثر. هني هذا هني ما بروي اكثر، روح اكثر انت، تعال هني، تعال هني لين حدود الشير، روض كفاية، هذا كفاية هني، انت كذلك هني، خلي الناس شوي تستانس. قلعات الحين هالشير راح يكون تماما مخالف للشير الباقي، يكون الشير اللي نبغى فيه العزب. لا اقولكم ليش، لا لا بحط شير كبير، احس فكرة حلوة بس وايد كبير، ولا لا حط الشير هذا، وانا هذا الشير جميل الصراحة، بس الشير عباني الطريقة هاي، وعندنا منحنى ثاني عندنا منحنى الطريقة هاي، والباقي كله سيدة خلاص. استوى عندنا شو الشارع هذا من أوله لين آخره كبير، منطقة شبه معزولة، مش معزولة بالكامل، اللي راح يميز أشياء ثانية موجودة في الحديقة نفسها ضمن. والله قمت أشوف العزل بالشير أجمل من العزل بالسياج نفسه، ما شاء الله الحديقة ما فيها أي شيء يشوفه الناس، شوف الناس، لأن احنا سوينا الحديقة في مكان دبلوماسي، هني بسوي مشروع تجاري شيء للحين ما قررت، بس المناطق يعني بشكل عام راح نعبيها. زين الحديقة هذه تحوي على أشياء مثل الجلسات، الحين أول شيء شوفوا هذا كامب فاير سايت، هني وين حق النار، وهاي ويعطونك شو اللي هي هذه السيارات مال تخييم. زين ويعطونك الخيم، أنا أول شيء بسوي مجموعة خيم بسيطة، بشوف شو بيتم يفتح لي هو مواقع. زين هذا ليش بالطريقة هاي، معناه هني بنحتاج شوي شوارع من الحديقة، هذا بشل من هني. زين وخلنا نشوف التول هذا،
سوينا. انا خليت كل مكان ويت على الزاوية صح، لان هالاشياء تعبئتها يبالها وقت يا جماعة، يعني مو في 5 دقايق راح يستوي. انا خلنا نسوي حزام شير ثاني، خلنا نسوي شيرتين هنا غير. انزين هالاشياء يبالها وقت صراحة يعني. انزين بنحط كامب فاير في الوسط هني، بنيب سيارة سيارتين، ناخذ ثيم السيارات شوي. اوكي شكرا. هني في الخيمة كم حجمها؟ كبير، هذا مطلوب، الخيمة الكبيرة مطلوبة. هذا أول زاوية عندنا، كامب فاير وسيارات واقفة هني الناس تخيم فيها. نبغى نسوي جذب شوي للناس، بس الصعب انك تسويها في شو الامور هاي. خلنا نسوي هنا شير، شير حق اللي مخيمين، بسوي لهم مربع نوعا ما المربع الخاص فيهم، ونقدر نسوي شارع من ورا اذا بغينا عقب. مش سيء ترى اذا تفكر فيها، مش سيء. انزين وبنسوي لهم بعد، ابغى اسوي لهم فيوينج دك. هاي المنبه ما عندنا اماكن مرتفعه هني، حق الاماكن المرتفعه. كان فاير سايد 2، لا احنا نحط لنا خيمه طريق الطريقه هاي، ونغير المدخل. مش سيء صراحه، مش سيء، بس يوم نتكلم عن مساحات ضخمه نفس اللي انا مسوينها الحينه، هاي يبالها شغل وايد وايد شغل. واو شوف الزحمة، واو الله شوفوا الحديقة هاي مولعة لدرجة يمكن ازيد مخارج. خلونا نزيد مخرج من تحت القطار هني، ابا الموف التول احركه، ابا نوصله بالطريقة إذا هاي ناس تمر من تحت. شير خله هنا، الشير كثيف اللي بيدخل من هنا يا مرحبا به. نزيد دخله، نزيد دخله بدل ما الناس تاخذ طريق طويل، نزيد دخله. واكثر الناس قاعد تي من وين؟ الزحمه ما هني، شوفوا اكثر زحمه البوابات من الناس اللي تطلع من القطار. بس تو اللي بيروح من هالصوب من القطار ولا من هالصوب الحين يقدر يدخل هني. والله القطار يبغى له باركنات صراحه، صراحة مكان مضبوط، مكان مضبوط مضبوط. في زحمة هني بس يعني عادي، أحس مش الشيء المرعب يعني صراحة. بس الحديقة هاي شغالة بطريقة يمكن الحديقة نفسها ما تشتغل صراحة. انزين خلنا نشوف الكامبينج سايت. كامبينج سايت ما نباه على مدخل ومخرج، خلنا نحطيه هني. زين بنحطيه لمخرج، كله لازم كله مداخل ومخارج من هني الطريقة هاي. الناس اللي هني ما ظني وايد مرتاحة تكون. صبر كامباير في النص مواقع، بسوي في الوسط شير كامل. افكر مجموعة شير يكون وايد اوكي. الحين الناس يعني اعطيهم ممرات زيادة، يعني اذا اعطيهم ممر زيادة من هني الطريقة هاي وهذا، نقدر ندق عليه كليك ونشله ونحركه مثلا للداخل عنده واسطة ريال. اوكي بس تو عندي طريق هني، ومن الداخل ممكن ازيد يمكن كامب ثاني وزيد الشير اللي هني الطريقة هذي. بيستوي مكان شوي كثيف الأشجار هني، ثم كان تخييم يعني ها كان تخييم اللي جانب شوي غير صراحة. نسوي بالطريقة هذي أشجار ثقيلة، بس تو عنا أماكن تخييم جاهزة. واحد اثنين، في فيزيترز اصلا يجون، في ناس تي بس مش وايد، لان الحين كم السكور مالنا اظني عالي. هي
لا سكور ماله نازل والله، انترستنج. ها الزوار موجودين. اوكي. هني بسوي منطقة خيام، خيام بس بخليها مربعة هاي، عفوا يا لس رص كل شيء كأنه يعني ما عندي هالمساحة، بس أحسن بسوي منطقة خيام. الخيام بتكون للداخل كلها. الطريقة هاي ما قدرت اجيبها مربعة بالضبط. الكام فاير نمبر 2 اوكي زائد خيم، بالعكس خيم الخارج مش للداخل. شوفوا بنيب الشير هذا، وبنسكر على الجماعة، الجماعة يعني يخيمون، بنعطيهم الخصوصية مالهم حسب يقدرون يرقدون. بس سالفة الشير كثيف هاي وايد حلوة بتكون، أكثر مكان كثيف يكون في شير في المدينة كامل. شوفوا مكان كثيف الأشجار، والله هي بالنسبة لي للحين صراحة كمنظر جميل، منظر جميل، بس يعني تعبئة منطقة ضخمة شوية شوي في ناحية الصعبة مش عشان الناحية السهلة. انزين وبنزيد هني كامبينج سايت 2، احس هذا ممكن يكون بكبره كامبينج سايت اذا سويت واحد اثنين بالطريقه هاي. واذا جبت هني ليش ما عندي شير؟ انترستنج. زين و طبعا ثيم سالفه الشير هني ثقيل خله كامل طول الطريق. هذا الشير خله طول الطريق خلاص، هني الطريق مو بسوي شيء، بيكون حزام اشجار جميل. انا عيب ان حزام الاشجار حتى المداخل ما يبين ما شاء الله يعني لافتا. اوكي شفنا بالطريقة هذه، والحين يا طويل لين العمر نيب مخرج من هني كالعادة، هذا ممرات للناس ومنها اماكن تخييمية، وهذا عندنا لوك اوت تاور. شو سالفة اللوك اوت تاور؟ اتول وذ انتر بويدنج هاي فيتش بوينت فور بيردز اند هانترز لايكرز، هذا عشان يشوفون طيور. اللي بيشوف طيور ما بيشوفها لما تعرفون مين بيشوفه؟ هني في الشير الوسط في حضن الشير، شوفوا التحبيس هني التحبيس، هذا هو التحبيس. هذا نفس الشيء لوك اوت تاور هانترز هايكرز ما نبغى. شلتر وذا كامب فاير، هذا ممكن شكله حلو، هذا نفس الشيء اظن بيكون نفس الشلتر. اوكي بس ابا هذا واحد اثنين واحد اثنين واحد، لا بس يكفي واحد. وباقي المنطقة شو بسوي؟ شير شير شير، كثافة الشجرة هني راح تكون قوية. الطريقة هاي البرش هذا ما راح يطلع لي روحي معنا لحظة خلنا نحطي هذا. هو عنيد الحيد الاول كان على طول يحط شو وايد شير، الحين ما ادري شو البرش اقول ابديت يعني مش نفس الاول، بس بعد من اكثر الاشياء المفيدة اللي استعملها. خليني اخليها بالطريقة هاي، اخلي بالطريقة هاي ما عندي مشكلة. شوي شوي قاعدين نرسم مكان تخييم جميل، ما هو الجميل فيه شوفوا كم كيف قاعد يلفل في الناس ما شاء الله، كيف قاعد يدخل مدخول، لان مكانه مكان المكان هو المكان الاستراتيجي. انزين خلينا نحط لنا الكامبير الثاني الصغير، انه ما تم لنا شيء نسوي ليفل اب الفلتر الصغير عفوا. طريقة هاي هذا مفروض يغطي لنا اللي نحتاجه حق منو حق المدينة، بس ما شاء الله يعني ترى ك ك كمدخول وكزحمة ناس فيه خطيرة، يعني ممكن يزيد زحمة القطارات نفسها يعني حتى مسبته هو ممكن تزيد الزحمة هنا عادي جدا توقعوها شيء. المنطقة الأخيرة، المنطقة الأخيرة والله أحس أنا بعرف شو وضع المنطقة اللي قدامها، أنا بسوي محلات يعني المحلات هاي قريبة من منو
من الحديقة وبيستفيدون يسترزقون بالطريقة هاي. حسيته منطقي صراحة ان يكون هني محلات، بيكون شيء جميل يعني، خاصة المنطقة محلاتها غير. شوفوا الحين بيوت كلها بالطريقة هاي غير، شوفوا غير عن باقي الأماكن. محلات شوفوا أشكالها حلوة بعد، ممكن يفتح لنا محلات. حيد في واحدة من المواسم سوينا المحلات اوتوماتيك يعني مانيوال، تذكرون حطينا يشتل البترول، حطينا ما ادري شو، حطينا كل شيء بروحه. بس هي الحين هذا هني هاي المنطقة قهرتني، ما أحس فيها شيء، فراغ على الفاضي. زين خلنا نزيد نسوي مخيمات هني. وين الشارع عفوا؟ فلتر ذهني ما ادري. صبر عفوا، الزون يباله مدة شي بسيط يعني. شلتر يا شلتر، هذا والله ممكن مشروع يكون حق هني اخر شي. صبر صبر، هذا مشروع لنا شكله بيركب فت. بي نهدم 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 تقديريا مش محتاج يكون بالضبط 100% بعد بشير. اوكي نحطي اسرع حديقة عنا ارتفع مستواها ولا لفلت. نايس، في حلقة واحدة انها تلفل، هاي كبيرة الصراحة. هني ما بسوي شيء شير، هذا اكثر مكان تخيم برايفت لانه برا على المداخل ترى، باقي الاماكن لا. ايوة الحين هذا هني نفس الشيء، حزام شجري مش حزام، هاي غابات صراحة. انا اقول حزام الطريقة هذه. هني ما يستوي شير، كنا واحدة صغيرة اوكي بس ما يستوي. هذه اعطيناها اكثر من العزل اللي انا توقعتها ترى، فكرة صراحة، لان بعد هاي حصلت اقبال ضخم ترى من الناس، فجميلة الصراحة الشيء. انزين الحين شفت الشير اللي هني وين راح؟ ليش طالع بالطريقة هاي؟ انزين الحين باقي الاشياء، هذه بوت اظني ما يستوي، فشنك زين، وعندنا هانتن كابن هني حق الصيد. عارفون شو بحطي وحدة، انا وايد محتاج الفل سؤال، انا وصلت اخر لفل صح؟ لا والله محتاج الفين. اذا محتاج الفين حق اخر لفل بخلي هالمنطقة فاضية. لا ما بخليها فاضية، ما بخليها فاضية. زين بترسم زين، حطي لنا مش هذي، لا اول شي بنحط لنا ابراج مراقبة عند المداخل. اوكي احسهم بيراقبون الناس، ما بيراقبون بس ما عليه. زين عند المداخل بنحط ابراج مراقبة، معسكر سوينا الحين صح؟ القطار ها شو بيطلع القطار، ما عليه. زين عندنا هني مدخل، برج برجين هذا ما يحتاج، هني برج واحد الثاني غلطة بيكون. عندنا هني نقدر نحطي لنا برج برجين ايزي، يعطينا شكل حلو حق الحديقة الابراج. شوفوا وايزي يقعد يرفع لنا السكور اللي هني، نبى نرفع السكور بس نبى يكون شكل المكان حلو، ما نبى نخبص في المكان. هذا الموضوع. هني ناقصنا برجين، برج يا الله الاسكيب. انزين اوكي هني عندنا ابراج، لا هني ما عندنا ابراج، خلينا نحط برج برجين برج برجين. انزين نتكلم الطريقة هاي، نتكلم نحطي حق الصيد شوية، ونحطي منطقة داخلية شوي
الشيخة هذي، نحطي حزام الأشجار اللي ورا هني لأنه في صناعية صح؟ اللي هني قاعد يسوي تلوث سوال. قول لي يعني ما في شيء، يعني غريب الشير بالطريقة هاي، انا هذا اللي مش فاهم منه. انترستنج، وايد انترستنج. زين صف الثانية، صف الثانية على امل تكون احسن يعني. متضايق انا، بعدين بستكشف انا ليش، بعدين بستكشف، الحين مش وقت مناسب. هني نحط خيم كم فاير رقم 2 ونكمل الخيم. خيم اللي جار هاي عرفته، ناس تجي تقعد هني على امل يستانسون. انزين الحين نبي نشوف بس السكور، اهم شيء نضرب السكور مالنا، لان لازم نحط اشياء اذا السكور ما يضرب. اوكي انزين، ونسوي شارع داخلي بالطريقة هذه، شارع بالطريقة هاي. هالشارع بنحط عليه كم عربة وكم فاير رقم 1، لأن هاي على غلب عوايل في بالهم كم فاير الأكبر. زين ونبى برج هني ورا، نبى هذا شو ليفل 5 بولدرنج سايت. موقع حصى. نايس برج المراقبة الصغير في وجهه، وبنحط لنا مش خيم هاي قام هانتنج، ما هانتنج كابن هاي اللي يجون ياخذون كورسات هاي السوالف يحصلون مكان. اوكي الحين هني نحن شبه خلصنا الديكوريشن صراحة، بس باقي لنا شوي على منو، على الـ2000. فاللي بسويه اول شي بحط شير، بعدين بعبي الفراغ يعني اساس اعرف كيف ابغى اعبي يكون شكله حلو يعني مرتب. ناس لازم تحط المواقع التخييم، احس شيء مهم جدا. انا هالجزئية لازم استكشف شو سالفتها بعدين برد لهم، لانه وايد مضايقني الموضوع. انزين دام عندنا غابات وعندنا هالاشياء، انزين خلينا نحط الصف اللي عليه مشو ما كان تخييم. ولا اقول لكم نبى كام فاير زيادة صح؟ كام فاير هني، نبى كام فاير على الطريق الناس التيتيلس، كام فاير كام فاير زيادة على الطريق هني، وكان فاير جنب الجماعة اللي هني يراقبون. يمكن ما يبين. اوكي بس ذكرنا التارجت مالنا، لكن حتى يقول له مش سيء بس هني مزعج وايد. شوفي في الارض هني يعني اذا ما في جراوند بلوشن شو ممكن يكون موجود؟ ما في بلوشن هني اصلا، في العادة هذا اللي يذبح الشير. وايد انترستنج، ما في كاربج، ما في شيء. خربوا المخطط مالي تبا لهم، تبا لهم. انزين الحين في الوسط صار عندنا دكاكين بعد، عندنا سوالف، عبينا فراغات، جميل المكان. انا عايبني مكان تخيم، انتوا شو رايكم فيه؟ والله حلو بيلفل بروحه ما شاء الله. يمكن اكثر وحده دخلا عندي هذا بسبب يمكن تواجد المول وتواجد كل شيء جنب بعض هاي الامور. اني سوينا منطقة عماير صغيرة، عماير انا ولا بيوت حطيت عفوا. اوه كان الهدف حطي عماير، خلنا اغيرها. اوكي لا عادي بيستانسون الحين. زين فالحين اللي بيصير كالتالي، الناس هني بتي تستانس. هذه خايس انا دخل فلوس، اي والله دخل فلوس. الحدائق في هذه المرة سويناها مناجم ذهب صراحة، يعني شوفوا هذا والله منجم ذهب،
من جم ذهب، تعرف من جم الذهب؟ خلنا نزيد هذا، من جم الذهب صراحة كل مناجم ذهب، ليش قاعد ينقص؟ وات هل نحط شيء ثاني؟ مش كان فاير يسوي مشاكل، يمكن مفعول عكس يسوالي. نحط خيمة، خيمتين، ثلاثة، أربعة، حق اللي ما يحصلون مكان هنا. ما يرتفع الانترتينمنت ليفل، فيري انترستنج صراحة، فيري انترستنج انه ما يرتفع. انا شوي رفع ضغطي الموضوع، بس ما عليه، نحط برج مراقبة هني، وايد رافع ضغط الموضوع. شوفوا ينزل، او ماي جاد، ليش؟ ليش ينزل؟ انا مو مشكلة، هاي مش قضية صراحة. نشوفكم في الفيديو القادم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.